أهلا بيكم معانا في الفيديو ده اللي من محاضرة Lecturing as an Instructional Method. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا على المفروض تعمل ايه قبل المحاضرة، من ناحية انك تتعرف على الاودينس بتوعك وانك تتعرف على هتقدم لهم ايه وتقدم لهم ازاي، وبعدين برضو اتكلمنا على بعض الملاحظات او النصائح في اعداد المادة المساعدة التيتشنج ايدز بتاعتك، من ناحية فيديوز او رسومات او حتى البرزنتيشنز بتاعتك، السلايدز او الشرائح اللي هتقدمها. النهاردة هنتكلم، طيب بقى انت خلاص جهزت ورايح للمحاضرة بتاعتك، المفروض ان انت قبل ما تخش المحاضرة تهتم بحاجة خطيرة جدا، وهي ان انت لازم توصل مكان المحاضرة بتاعتك وانت ريلاكست. هنا يجي نقطة مهمة، ليه بنقول ريلاكس قبل المحاضرة؟ انت واحد من اتنين، يا اما انت متمرس في تقديم المحاضرات بتاعتك ومش جديد عليك ان انت تقف قدام الناس وتتكلم، وبالتالي كسرت حاجز الخوف، لكن في نفس الوقت ان انت جاي من مكان تاني، انت مش ساكن في المدرج، مش ساكن في الكلاس روم، وبالتالي انت بتيجي شايل هم الدنيا اللي بره، اللي حصل النهارده الصبح في الشغل، اللي حصل في البيت، الطريق سواء جاي مواصلات او جاي بعربيتك، دي كلها حاجات بتأثر على حالتك النفسية، بتأثر على دماغك، في دوشة في دماغك جاية معاك من بره الشغل. قبل ما تروح محاضرتك المفروض ان انت بتصفي دماغك وتستعد نفسيا وعقليا للكلام اللي انت هتقوله، فده كله متطلب وقت، متطلب استرخاء، راحة. يبقى لازم تروح بدري كفاية علشان تستعد. طيب لو انت بقى مش متمرس، بالنسبة لك موضوع التدريس ده حاجة جديدة، او مش متعود قوي ان انت تقف قدام الناس وتتكلم، برضو محتاج ريلاكسيشن، لان انت مجرد خوفك من الظهور قدام الناس سواء لأول مرة او من المرات الاولى اللي انت بتقف فيها، في درجة من درجات اي بني ادم طبيعي عنده الخوف ده، على فكرة ما تفتكرش ان انت فيك حاجة غلط او ان انت وحش، اي بني ادم طبيعي عنده الخوف ده. انا شخصيا كان في يوم من الايام، يوم كنت بناقش الماجستير بتاعي، واقف ركبي بتترعش، والله العظيم ركبي بتترعش، ماسك بوينتر علشان اشاور بيه على السلايدز اللي انا مجهزها لمناقشه الماجستير، ايدي بتترعش من كتر ما الادرينالين في الدم، مش قادر اوقف ايدي لدرجه ان اضطريت سبت البوينتر وابتديت اشاور بايدي. فاجيت هنا، الطبيعي ان انت تبقى خايف. طبعا في ناس قليله قوي الخوف ده عندها مكسور من زمان، وبالتالي بيطلع ويتكلم وبيبقى يعني عنده أريحية عالية في ان هو يتكلم قدام الناس، لكن اغلبنا مش كده. يبقى بالتالي انت برضو محتاج تقلل كمية القلق، الانكزايتي اللي جواك، بشيء من الريلاكسيشن، انت تروح بدري وتقعد تستريح، تشرب حاجة بتحبها. يفضل دايما ان انت قبل ما تخش محاضرة تاخد جرعة جلوكوز، جرعة الجلوكوز دي تاخدها من خلال عصير، تاخدها من خلال مياه غازية، حاجة ساقعة تشربها، تاخدها في شوكولاتة، في بونبوني، في حاجة من الحاجات اللي هي توفر لجسمك كمية سكريات، لان انت اولا بتبذل مجهود، ثانيا انخفاض مستوى السكريات في الدم بيأثر على قدرتك على التركيز، ولو انت مش مركز وانت بتتكلم اللي قدامك هيركز معاك ازاي؟ اوكي، فدي اول حاجه. بعدين برضو قبل المحاضره محتاج من الحاجات اللي بتعمل لك ريلاكسيشن كويس ان انت تبقى مجهز الماده العلميه بتاعتك كويس، ان انت كمان تبقى عامل ريهرسل، محتاج ان انت تجيب ناس صحابك او معارفك او ايا من كان، وتحاول تعمل معاهم بروف، تشوف الـ انا هقدم ازاي، يدوك ملاحظات، يدوك اسئله،
لو ده مش متوفر اعمل بروفا قدام المراية. على فكرة حقيقي اعمل بروفا قدام المراية، انت وانت بتجهز المحاضرة بتاعتك انت بتعمل بروفا في دماغك، ده طبيعي. لكن ان انت تبتدي تتكلم قدام حد، لا دي محتاجة ايه منك، يستحسن ان انت تحاول تعملها قدام حد من معارفك، بحيث ان انت تقلل القلق شوية وتتعود على الكلام اللي انت بتقوله، او ان انت على الاقل ابتدي تكلم قدام نفسك، اقعد وكلم نفسك. اوكي، من ضمن الحاجات اللي دايما خليك فاكرها ان اللي قدامك دول اللي انت هتطلع تتكلم عليهم مش جايين علشان يطلعوا لك العيوب اللي في المحاضرة بتاعتك، ولا ان هم يطلعوا لك المشاكل، ولا ان هم يتريقوا عليك، ولا ان هم ولا 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 ولا. دي ناس جاية تسمع ليك حتى لو ما عجبتهمش المحاضرة بتاعتك، مش هيعملوا لك حاجة. هيعملوا ايه؟ اكتر حاجة هيعملوها ان هم بعد ما تخلص المحاضرة يقول لك لا الراجل ده مش هيتفرج على محاضرته تاني، خلاص خلصت مش مهم. اوكي، فرصة اتعلمت. فما تقلقش، هم مش جايين ياكلوك زي ايه ما بيقول. بعد كده برضو من ضمن استعدادك للمحاضرة ان انت تلبس لبس مناسب للمحاضرة. طبعا يعني انا اخترت صورة كوميدية شوية، بس اللبس لازم يتناسب مع المكان. عادة الناس بتقول لك اوكي لو انت مش عارف الجو شكله ايه البس فورمال، اوكي بدله وكرافته، حاجه تتناسب مع المكان اللي انت رايح له، او لو مش عارف المكان ظروفه ايه البسه برضه فورم. والله رايح حاجه وانت عارف ان المكان كاجوال او مفتوح او يعني احنا بنشوف في الورد تريد فورم بتلاقي رؤساء دول رايحين فاتحين مش لابسين كرافتات وبتاع، ولابسين مش كاجوال بس يعني مش فورمال برضه. البس كده، البس ما يتناسب، بس في نفس الوقت تلبس ما يتناسب معاك زي ما هو بيتناسب مع المكان. مش مطلوب منك ابدا ان انت تخرج من جلدك. انت المفروض العادي بتاعك بتلبس ايه؟ انت لو فتحت دولابك هتلاقي ان عندك اكتر من حاجه بتلبسها، ما بين مثلا سي كاجوال وما بين البدله. اوكي، مش ضروري تروح بالشورت والشبشب كاجوال قوي يعني كده، ومش ضروري تروح بالبدله. لكن لو انت من النوع اللي ما بيحبش يلبس شورت وشبشب وقالوا لك لا ده احنا هنبقى على البلاج والمفروض تيجي لابس الشورت وتي شيرت وكده وتبقى لابس سو كاجوال لان احنا البرزنتيشن هتبقى على لكن انت ما بتلبسش الحاجات دي، ما تلبسهاش، ما تخرجش من جلدك. انت لما بتمثل وتعمل حاجة انت مش حقيقي فيها الناس بتلقطها والناس ما بيعجبهاش اللي انت بتقدمه. فيبقى انت لازم تحافظ على نفسك وتحافظ على شخصيتك زي ما بتحافظ على ان انت تتناسب مع المكان. طبعا برضو فيش داعي ان انت تتمادى في اللبس. فورمال، اوكي فورمال، ايه اللي يخليني البس سموكينج؟ اوكي، حتى لو رايح فرح مش فرحي البس سموكينج ليه؟ خلاص، فبرضو ما تتمداش بالزيادة في أي من الاتجاهات، وإنما في الحدود اللي تتناسب مع المكان وتتناسب معك. وهي هي الحقيقة تأكيدا للكلام اللي بقوله، أنا بقول لك لأ، دايما ما تتخلاش عن نفسك، ما تتخلاش عن شخصيتك، شخصيتك موجودة. أوكي، أنت طبيعتك إيه؟ ما تغيرش من طبيعتك، إلا إذا كان اللي بتغيره ده بتغيره في الحدود اللي انت بتقبلها. يعني سي انت واحد من الناس اللي مربيه دقنها، يعني انا تلاقي بقى مربي دقني اوكي، لكن في ناس بتبقى سايباها كده خلاص. اوكي سايبها، جاء يقدم فورمال برزنتيشن، في الفورمال برزنتيشن استحسن انك تحلق دقنك. اوكي، في الحاله دي احلقها، لكن انت انا سايب دقني على طول، انا بقصرها بس ما بحلقهاش مثلا، لا مش عاجبهم مش رايح. اوكي، انت من النوع اللي بيطولها زياده وبتحافظ عليها من كشكل من اشكال التدين، اهلا وسهلا بيك. عاجبهم يشوفوك كده يشوفوك، مش عاجبهم يشوفوك كده يبقى ما تروحش. خلاص، ما تتخلاش عن انت مين، لانك لما بتخرج من جلدك اكيد البرزنتيشن بتاعتك هتطلع وحشه، فانت اوريدي حكمت على روحك بالفشل. خلاص، طيب بعد كده هندخل في الفيديو الجاي، هنبتدي يعني نتكلم على ازاي تبتدي المحاضرة بتاعتك ان شاء الله. المحاضرة دي اتكلمنا فيها بسرعة على ازاي تتغلب شوية على الحاجات اللي ممكن تخليك قلقان،
قبل المحاضرة، سواء أنت متمرس أو غير متمرس في تقديم المحاضرات، وكلمنا شوية عن لبس. دي الحاجات اللي أنت بتستعد بيها للذهاب للمحاضرة بتاعتك. أنت جهزت في الفيديوهات اللي فاتت، وبعدين دلوقتي داخل قبل المحاضرة. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم تعمل إيه في أول المحاضرة بتاعتك. أشوفكم مع المحاضرة الجاية إن شاء الله.